السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضراتكم أشرف الزاوي المحامي. هتكلم إن شاء الله عن إيصال الأمانة وفكرة إيصال الأمانة على بياض. فإحنا في البداية بنقول عشان الظلم بيوجع وأكل الحقوق ما بتنفع، يا ريت نركز ونسمع. وصل الأمانة ده عقد بين 3 أطراف، واحد استلم فلوس من واحد عشان يوصلها لواحد تالت، ده مفهوم باختصار وصل الأمانة. طيب الناس النهاردة بيجي يقول لي انا مضيت وصل امانه على بياض. طبعا الناس بتمضي لاكتر من سبب، اللي جايب حاجه بالقسط والراجل بياخد عليه الايصالات او الايصال ده عشان يضمن حقه، او هو بيمضي وصل امانه بمناسبه جلسه عرفيه قعدها، او هو بيمضي ايصال امانه تحت ضغط واكراه من شخص ما. كل الكلام ده يتطلب اذا ما حررت وصل امانه غصب عنك او بالطريقه دي او على بياض، فورا تتوجه الى قسم الشرطه تعمل محضر، تقول فيه انا مضيت وصل امانه على بياض تحت ظروف كذا وكذا وكذا، وتدعم محضرك ده او تاخد معاك شهود، 2 شهود عشان ياكدوا ان انت مضيت وصل امانه على بياض. طبعا لازم تدي وصف يعني وصف الايصال، شكله من النوع اللي بيتباع في المكتبه ولا ورقه مكتوبه كده. بعد كده اذا الراجل ده اشتكاك بالايصال بتحضر قدام القاضي في الجلسه وبتطعن، طبعا انت او المحامي بتاعك، وتطعن بالتزوير بإضافة الكلام اللي فوق التوقيع. طب الشرعي 100% بيثبت ان الكلام اللي كتب فوق التوقيع مش خطك، وكتب في ظروف كتابية لاحقة او مغاير. ده كله محضرك اللي انت عملته. وما يثبته الطب الشرعي بيشكك المحكمة تماما في ان ده ايصال امانة مظبوط، فبتقضي لك بالبراءة. لكن على سبيل الاحتياط هتطلب احتياطيا سماع شهود نفي قبل القاضي ما يحكم فيه، عشان تضمن ان دي مع دي. لازم تقنع المحكمة بإذن الله ان هذا الايصال كان توقيع بس، وما فيش ايصال في الدنيا زي ما اتفقنا. ده ايصال الامانة ده عبارة عن عقد بين 3 اطراف، فازاي يبقى على بياض؟ مفيش حاجة اسمها على بياض. بالتالي ان شاء الله ربنا يوفقك ويقضى لك بالبراءة بنسبة 100% بإذن الله. طيب أنا عايز أعمل وصل أمانة مظبوط، لازم يبقى وصل الأمانة كله مكتوب بخط اللي مضى عليه. طب بيبصم، يكتب الكلام كمبيوتر وهو يمضي عليه عشان يبقى فيه، أو يبصم عليه عشان يبقى أنت في الأمان فيما يتعلق بهذا الموضوع. وطبعا يكون حق، والراجل اللي مضى وصل الأمانة على بياض ده يكون في نيته إن هو يسدد برضه عشان ربنا يوفقه، يعني يكون في النية ان هو يسدد اللي عليه فعلا، فلا ضرر ولا ضرار، ومفيش استغلال، مبقاش في استغلال من ده او استغلال من ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.